بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يسعدني أن أقدم لكم شرح درس اليوم، وهو بعنوان لا النافية للجنس. تذكر أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن وأخواتها، أي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. شروط عمل لا النافية للجنس: أولاً، أن يكون اسمها نكرة. ثانيا، لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. ثالثا، لا تسبق بحرف جر. الملحوظة الأولى: إذا سبقت لا النافية للجنس بالحروف الآتية والفاء والباء والهمزة تكون عاملة، لأن هذه الحروف ليست حروف جر. الملحوظة الثانية: سميت لا النافية للجنس بهذا الاسم لأنها تنفي جنس خبرها عن جميع أفراد اسمها. ومثال على ذلك: لا مؤمن في النار، أي أنها نفت كون المؤمنين في النار، أي نفت صفة النار عن المؤمنين. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع لا النافية للجنس: أولا، مضاف. ثانيا، شبيه بالمضاف. ثالثا، مفرد. وهذا ما يخص اسم لا، أي أنه إذا صح التعبير فهو يكون بعنوان أنواع اسم لا النافية للجنس. نلاحظ معا أصدقاء الطلبة أن المضاف والشبيه بالمضاف يكونان معربان، أما المفرد فيكون مبني. وإليكم التفاصيل. أولا، المضاف مثال عليه: لا رجل دين خائن. وإعراب الجملة: لا حرف مبني لا محل له من الإعراب، رجل اسم لا النافية للجنس منصوب بالفتحة، ودين مضاف إليه مجرور بالكسرة، وخائن خبر لا النافية للجنس مرفوع بالضمة. ثانيا، الشبيه بالمضاف ومثالا عليه: لا طالبا للعلم فاشل. وإعراب هذه الجملة: لا حرف مبني لا محل له من الإعراب، طالبا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، للعلم اللام حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، والعلم اسم لا مجرور وعلامة جره الكسرة. فاشل خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ملحوظة: إذا كان ما بعد لا النافية للجنس كلمة منونة يكون نوع اسم لا شبيه بالمضاف، أي أن التنوين علامة على اسم لا الشبيه بالمضاف. ثالثا، المفرد. وملحوظة: اسم لا النافية للجنس المفرد يبنى على ما ينصب به في محل نصب. ومثالا على ذلك: لا طالب فاشل. وإعراب هذه الجملة: لا حرف مبني لا محل له من الإعراب، وطالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفاشل خبر لا مرفوع بالضم. وملحوظة هامة جدا: يجوز حذف خبر لا النافية للجنس إذا علم من السياق. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلبة إلى حالة عدم عمل لا النافية للجنس، أي إذا فقدت شرط من الشروط السابقة. أولا، إذا فقدت الشرط الأول، أي ما بعد لا أصبح معرفة وليس نكرة وهو اسمها. ثانيا، إذا فقدت الشرط الثاني، أي فصل بينها وبين اسمها فاصل. ثالثا، إذا فقدت الشرط الثالث وسبقت بحرف جر. فإذا فقدت الشرط الأول أو فقدت الشرط الثاني يكون حكم لا الإهمال والتكرار، أما إذا فقدت الشرط الثالث وسبقت بحرف جر يكون حكم لا الإهمال فقط. وأمثلة على ذلك: لا الخير عند اليهود ولا الحب. فكلمة الخير تعرب مبتدأ لأن لا ليس لها عمل في هذه الجملة. لا بيننا خائن ولا دخيل، فكلمة خائن تعرب مبتدأ مؤخر. أنت بلا شك متفوق، بلا شك جار ومجرور. وبذلك أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من شرح درس لا النافية للجنس. أتمنى الاستفادة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفهم، نتعلم ببساطة.